الساعه 7 ونص في حي جديد ويسبق هذا العرض معرض حضرته معرض من المنصفات عن فريق الاطرش واسمهان تم الاعداد له بمساعده من عائله امير الاطرش وحي جديد والاستاذ احمد فوزي. كليت انه معنا هو حيكون في 3 ديسمبر الساعه 6 ونص في حي جديد. هذا بالنسبه لنا مهم جدا وهو الحفاظ على الارث السينمائي، ان الارث السينمائي العربي وطبعا المصري اللي هو مهم جدا لنا. انما انا سعادتي بحقيقه بوجود فيلم شماليخ. انا عمر سلامه هو صديق وهو مخرج مميز من ناحيه التعامل معه، من ناحيه الاخراج اذا بتقول عنده نظره اخراجيه مميزه جدا. انا جدا اسمي يسعدني شماليخ يكون معنا. اسر ياسين كنت تعرفت عليه الحقيقه لما عم يدور رائع في وسائل البحر لتوقيع السيد، ومن ثم تابعت مسيرته بشكل مميز. ممثلة بالصيف انا تعرفت على امينه خليل ما كنت اعرفها شخصيا، لما دعيتها لحتى هي تكون في لجنه تحكيم 42 ساعه، هم مخرجين سعوديين شغال عملوا افلام، كل فيلم 5 دقائق طلبنا منها الفتره الماديه، لجنه التحكيم لم تتردد للحظه واكتشفناها وحبيناها. امينه خليل صارت من العائله البحر الاحمر، واليوم انا عم اكتشف امينه ممثل. انا سعيد شرقاوي سعيد معنا، فأنا بحب إني أدعو إذا بتسمحوا لي طاقم العمل الأول كان يشكر جدا جدا للتعامل الراقي إذا ممكن نقول مع سي سينما، بحب حلي فردان فردان، كل طاقم العمل أستاذ هاني نكي، أستاذ أحمد فهمي، أستاذ إبراهيم علي، بحب أشكر شركة أراب أوشن، شكرا لكم، واسمحوا لي إني أدعي على المنصة صديق عمر سلامة إذا ممكن أستاذ عمر. ومع ليش هيك سبيرتس تسمحوا لي ادعي امينه خليل، امينه اسر لا تتخيل كم ساعدتنا معه الحقيقه كان ساعدتنا جدا معنا جدا ساعدتنا جدا ادم الشرقاوي ادم اكثر معنا وبتشكيلتي الاستاذ هاني نجي والاستاذ احمد فهمي هي جائزة تصور صناع سينما كثير منهم. هذا الشكر للجميع، شكرا لكم.